هناك جبهة عريضة واضحة في العالم أجمع وداخل أيضا الكونغرس الأمريكي في أوروبا. هناك مواقف حاسمة من قبل القيادة الفلسطينية بأنه إما احتلال كامل أو انسحاب كامل. أما معادلة أن تأخذ الأرض وتترك لنا السكان لكي نقوم بسلطات مدنية وخدمات مدنية، نحن مشروعنا وطني وسياسي. الأمور ما زالت مفتوحة على مصراعيها وننتظر ماذا يمكن أن يحدث. وقلناها منذ البداية أن الخلاف بين أمريكا وإسرائيل ليس على الضم وليس على الاستراتيجية، وإنما قد يكون خلافا على التكتيك في بعض الأحيان، التوقيت وكيف، ولكن هما متفقان لأن خطة خارطة الطريق أو عفوا خطة ترامب صفقة القرن هي تعتمد بالأساس على ضم الأغوار والقدس والمستوطنات وتشريع المخالف للقانون الدولي. لذلك نحن قرارنا واضح ونعرف كيف الطريق. نحن قرارنا واضح تماما بتصعيد المقاومة الشعبية في وجه إسرائيل، بإما أن تكون هناك سلطة مقدمة لدولة فلسطينية أو أن تستلم إسرائيل كافة الأمور ونقاوم الاحتلال. خرجنا على محطة الميادين منذ عدة أيام وقلنا هذا الكلام، واليوم نؤكد على نفس الاستراتيجية ونفس الموقف. ولكن دعني أوضح نقطة هامة. الرئيس أبو مازن هو في الخندق الأول، هو الرجل الأول الذي يقف أمام الإدارة الأمريكية وأمام إسرائيل بالفعل وليس بالقول، وإنما انشغل البعض المزاودون بالمزايدة على الرئيس أبو مازن وأنه من يعطل هنا وهناك. لذلك نحن ندعو كافة الفصائل وخاصة تحت ما يسمى الإطار الإسلامي أن ينخرطوا معنا في التصدي لهذه الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي باعتقادنا جازمين لن تتوقف وإن تأخرت.